عزيز يلا اجيب لنا اجيب لنا اجيب لنا صبي خاوية مشات غادي تسيب القرعة أتبغي كرة في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني؟ لا شوف غنلعبو القانون ديال الفوتسال الكرة واش بغيتيها في الشوط الأول ولا الشوط الثاني؟ دابا راكم اختاريتو لي كون ديالكم بغيتيها في الشوط الثاني نتوما عندكم كرة في الشوط الأول لو في الجميع غنلعبو الكرة بين عريقة بين عريقة ما بغيناش شي واحد يتقاتل هاد شوية دور يلا لعب قاوي ايه تمك بقى هذا ديالك قبل المشات لعب يلا سرقوا صافي وقف ها هو ديالك كل واحد مع واحد سير العطار زيد هذا ديالك طاب سير عنده اللي عنده الكره الفاسي رجع هو الكره رجع طاب قاتل صافي خرج سير معاه تبعه صافي خليه زيد هذا ما عليك السلام عليكم معكم أستاذ حجي سعيد محامي باسم كناس بالنسبة للمباراة الثانية للمجموعة ديالنا الفريق إن شاء الله الحمد لله انتصر بثلاث أهداف لصفر مقابل ضد فريق الأوقاف النتيجة كانت إيجابية لصالحنا نتمنى الفوز المباراة الثالثة أجواء كانت حماسية مباراة رائعة أجواء أخوية بين الإخوان بالفريقين معا ونتمنى التوفيق لجميع الفرق ومبارك رمضان مبارك وعشركم مباركة والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم شنقولوا المباراه كانت شي شويه صعيبه نظرا لان فريق الاوقاف كيتوقف كيتكون من جوج ديال لي جروب واحد راه لاعب في الدوري الاخر في هذه الاثناء واش غادي نقولوا ان شاء الله المقابلات الجايه غادي نسترجعوا اللاعبين ديالنا وان شاء الله ما يكون غير الفوز باذن الله ويكون غير الخير وشكرا على المقابله اليوم طبلا الحمد لله متعادله جو مزيان اخلاق مزيانه زعما صراحه تتسم بواحد الروح رياضيه الدراري كلشي تما كلشي مزيان اللهم لك الحمد شكرا جزيلا والله يبارك فيك